السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. لاحظ هنا أنا وصلت لي الـ ID، عملت الـ ID الـ First Name Last Name والـ Ages. الفكرة جدا بسيطة، يعني أنت بس مجرد لاحظ هنا عدنا مثلا ضفنا الـ Age، تأخذ الـ Height مثلا، سحب وتفلتها في الـ Details، في داخل الـ Details. أوكي؟ اتركها. لو أجي أعمل دبل كليك هنا في الـ My Report، ألاحظ أن الهايت تم إضافة هيدر أيضا إلها، هذا تم إضافة أوتوماتيكيا إلها، فأنا أستطيع أنه بالسحب والإفلات أرتبها. لاحظ بهذا الشكل مثلا، وأجي هذا الهايت أضعها بهذا الشكل حتى يكون متناسق معها. هذا يحتاج أنه ينزل شوي للأسفل بهذا الشكل. خلنا نعمل هنا هذا كله سيف. لاحظت شلون كيف سحب وإفلات. في عندي مثلا أيضا الوزن، ممكن ايضا سحب وفلات على الديتايلز. اوكي، تلاحظ كيف دي يصير الاطراف ازرق. اتركها. انت المفروض عندك حينزل اوتوماتيكيا، بس انا كون انه عندي مشكله مع الواجهه فلازم كل مره اعمل دبل كليك على الريبورت حتى اسحب. لاحظ كيف يعني بالسحب والافلات شوي شكل، او مثلا تجيب هذا بهذا المكان. هذا شوي يحتاج الى ترتيب. بهذا الشكل. خلينا نجي نعمل هنا كلها سيف. هذا اوكي. نجي على البريفيو، خلينا نشوف الشكل النهائي كيف راح يظهر. لاحظ هنا عندنا الاي دي، الفيرست نيم، اللاست نيم، الايج، الهايت، الويت. لاحظ بيظهر بالكامل. لاحظ التاريخ ايضا. هذا طبعا انا قمت باضافه في الاخير الديت، وهنا البيجز نمبر هنا يعني هذا انا اخذته اصلا من هذا المكان، ما يحتاج لا برمجة ولا أي شيء، يعني بس مجرد سحب وفلات. page number جيت ضفتها، قال لي أنه أنت عندك أكثر من page number. date current date جيت حولتها في هذا المكان. page x of y، خلونا نشوف إذا ضفنا هذا إيش راح يصير. double click هذا مثلا أضيفه في هذا المكان. أوكي، وهذا هو حضعها معاه لازم. طبعا هذا ممكن، هذا ممكن اسحب شويه للديت او اضعها في الفوتر مثلا. هذا ايضا مثلا ممكن اضعها في الفوتر. وهذا شو مشكلته كانت، هذا اجيبه بهذا المكان، هذا اجيبه بهذا المكان. هو اعطاني اثنيناتهم صح. اجي اعمل سيف للكل، انا اشوف البريفيو شو هالفايده. اوكي، لاحظ page 1 of 4، يعني الصفحة الأولى من أربع صفحات. أوكي، لاحظ هنا أنت في عندك مثلاً الـ ID، الاسم الأول، بعدين الاسم الثاني ظهر بهذا الشكل. ونجي على design مثلاً، خلينا نشوف. في عندنا هنا بيظهر لك في details، هذا مش محتاجينه مثلاً، ولا هذا. ممكن هذا نضيفهم للفوتر، هذا column footer طبعا، هذا page footer، لا عفوا هذا في هذا المكان، هذا في هذا المكان. نجي نعمل هنا save، نرجع مرة أخرى preview. لاحظ هنا أنت في عندك هذا الأول، هذا الثالث اللي هو قيمة رقم 2. هنا نجي لاحظ 1 of 4، نعمل next. لاحظ أيضا بيظهر هذا، أيضا بيظهر هذا رقم 5. next لاحظ بيظهر القيمة الثانية. اوكي، نيكست بيظهر بهذا القيمة. عرفت كيف؟ بهالشكل ممكن تعمل تصميم حامل. ارجع لكم مرة أخرى. طبعا كون انه انا مريض كل شوي يعني اعطس، ما اتحمل لانه بلعيم عندي بمشكلة. طيب، ايضا ممكن انه احنا نحذف بعض الاشياء الزائدة في الموضوع. يعني انا مثلا الاي دي انا ممكن ارفع شوي لفوق، هذا عمل دبل كليك مثلا. نجي نعمل هذا زوم. اوكي، هذا مثلا اصغر فيها بهذا الشكل البسيط. ارفع النيم، ارفع اليوزر نيم مثلا في الهيدر، في هذا المكان. الايج مثلا، الهايت، الويت مثلا. لاحظ
بهذا الشكل. أضف إلى ذلك ممكن إنه أنا أرفع الـ ID وضعها تحت يعني من ضمن الهيدر. هنشوف النتيجة كيف راح تكون. هذا أيضا نرفعها، هذا أيضا نرفعها، هذا أيضا، وهذا أيضا بهذا الشكل. طيب في عندنا تخابط احنا صح؟ هنجيب هذا في هذا المطرح وهذا في هذا المكان المناسب، ونزيح هذا شوية من على القلب. تمام، هنعمل هنا كلها سيف، نجي على البريفيو خلنا نشوف الساقة. اوكي هذا هو الاي دي 1، هذا هو الثالث او الرابع طبعا ثامن، لاحظ بهذا الشكل. وممكن ايضا ارجع هذا الاول هذا الرابع، ومو كان الثالث، الثالث طار ليش؟ اثنين هذا الرابع السادس الثامن، لاحظ بيظهر بهذا الشكل. ممكن انه احنا ايضا ناخذ هذا في داخل الديتايلز، يعني مثلا لو جبنا على الديتايلز بهذا المكان وجبنا الاي دي ايضا مع الديتايلز والاف نيم ايضا في هذا الموقع، واختارينا خلينا نشوف كنترول. اوكي بالكنترول ممكن نتحكم فيها، لاحظ اضغط على الكنترول ممكن سحب وافلات مره واحده. ما تعمل كده من الصبح يا راجل. اوكي خلينا نعمل هنا سيف، نجي على بريفيو خلينا نشوف المشهد الاخر. لاحظ هنا صار بهذا الشكل، ثلاثة ظهر، عندك الأربعة والخمسة، عندك الستة والسبعة، عندك الثمانية والتسعة. أوكي لاحظ هنا أيضا عندك هذا المسافة. ممكن أيضا مثلا إحنا في عندنا الكولوم هيدر، كولوم هيدر رايت كليك خلينا نشوف نعمل الديليت، نجي نعمل هنا السيف. أوكي في هذا الحالة مفروض أنه بيختفي في الهيدر، لاحظ اختفى. يعني ممكن انه في اوقات ما نحتاجهم احنا اصلا، يعني ليش موجود هو اصلا للزيادة. جميل جدا، نذهب للديزاين. جميل جدا، اذا احنا نستطيع ايضا مثلا السمري تستطيع انه تضع فيها اي شيء، واذا مش محتاج السمري ممكن ايضا تعمل السمري رايت كليك ديليت، تحذف السمري وتحذف مثلا في عندك الكولوم فوتر مثلا، هذا ايضا ما وضعنا بها اي شيء، ممكن نعمل ديليت، نعمل كل هذا السيف، نجي على الريبورت من جديد، نعمل بريفيو. ممكن طبعا اذا اشتغلت عليه بشكل بروفيشنال بشكل محترف حتعمل اشياء جميله جدا. احنا هذا الشيء بدنا نعمله على السريع، لانه تعرفون احنا عندنا اهم شيء عندنا الوقت. حتى هنا مثلا نستطيع انه نجي نكتب person مثلا icon، ممكن بحث عن iconet person image مثلا، ناخذ هذا كفيكتور، خلينا نشوف اذا هذا كان بينك، هذا مش بينك، هذا فيكتور، الفيكتور مثلا هذا اللون الازرق، نعمل فيو، خلينا نشوف اذا يستطيع انه ياخذه. اوكي هذا خلينا نشوف، نذهب للداونلود لازم. اوكي في الداونلود عندنا هذا، نعمل كوبي، نرجع للبرنامج. اكيد احنا مكانها حيكون في المشروع صح، فاكيد احنا راح نضعها في السمبل ريبورت. ممكن هنا تعمل رايت كليك وتعمل مثلا بيست. جميل، طيب هذا انا ممكن استخدمه، يعني هنا نعمل ايضا رايت كليك، لا تنسى تعمل رينيم حتى تصغر اسمه شوي، يعني مش معقول هذا بهذا الشكل person png. تجي على الديزاين هنا مثلا ممكن تضيف صورة تجميل، يعني لا أكثر لا أقل. صورة تكون image ونعملها بهذا الشكل. أوكي بيطلب من عندنا absolute path، absolute path نختار الكل sample report، هذا هو البينك، نختار أوكي، نضغط أوكي، مفروض انه تظهر عندنا صورة
نجي نعمل هنا كلها سيف. يلا من راح ياخذ وقت لحد ما يحدد عندك الصورة، بس خلينا نشوف. طيب خلينا نجي نعمل بريفيو، ممكن البريفيو يربط الصورة. اوكي بايت داتا نوت فاوند، هذا عدم مشكلة في الصورة. نجي مرة اخرى change image source، لاحظ هنا مكتوب no image absolute path cancel URL. ممكن هذا custom expression، لا مش custom expression عفوا cancel work space resources، في عندك person.png هذا نضغط على اوكي. هذا تمام. هنجي نعمل هنا بريفيو، مفروض انه الان يظهر بدون مشاكل. لاحظ بيرسون انفورميشنز، بيظهر عندنا الانفورميشنز اللي موجوده، وبتظهر لنا الانفورميشنز بهذا الشكل. ايضا في عندنا هنا شيء الا وهو انه هذا ممكن نجي نعمل له مثلا هايد باند كونتين، ريموف بيج مارجن، بيج فورمات. خلينا نشوف بيج فورمات، لاحظ هذا A4. في عندك ايضا شو بروبرتيز، فري لاي اوت، في عندك هوريزون فيرتيكال جريد، هاي طبعا خصائص كثيره. عندك الارتفاع مثلا 212 بكسل، خلونا نشوف اذا عملناها مثلا 100 بكسل. اوكي شنو عملنا هنا السيف، لاحظ تم تصغيرها، تم تصغيرها. خلونا نجي على البريفيو نشوف العرض ايش كيف راح يكون. اجمل اجمل، لاحظ 1 2 3 اللي هو 4 5 6 7 لحد تلاحظ. وفي عندك البيج 1 of 2 اولى من 2. اوكي بيظهر بهذا الشكل، يعني بيكون اجمل، بيكون اجمل. هذا هو التصميم. ممكن ايضا تغير انت كثير من خصائص طبعا. هنا أنا ممكن تذهب لي في عندك مثلا person information، ممكن تصغيرها هذا ايضا طبعا وتكبيرها بهذا الطرف. هذا عادي مش حيظهر عندك، ما عندك مشكلة بهذا. لو سحبنا بهذا الشكل لا مش كثير. اوكي طيب خلينا نجي نعمل هنا save، خلينا نجي نعمل preview. المفروض انه تم سحب لهذه الجهة. في عندك انت اهم شيء ما تتجاوز السورس البيج المسار، لانه بمجرد تجاوزها يعني ممكن يعمل لك مشاكل. لاحظ في البريفيو ترجع مرة اخرى حتى تتأكد انه كل شيء تمام، ما عندك اي مشاكل، تنتظر البيلد يكمل. طيب نرجع للديزاين. مثلا انا لاحظت انه في شيء هنا، او خلينا نشوف التايم، تجاوزنا هواي، خلينا نوقف نكمل الدرس القادم.